أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إخوانا الكرام، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربيات. قبل ما نتكلم عن العربية اللي معنا النهاردة، لو حضرتك عندك عربية وعايز تبيعها من خلال القناة، كل اللي عليك هتتواصل معانا على رقم الواتساب الخاص بالقناة اللي هو 04-30-3591. ابعت لنا فيديو للعربية وكمان صور للعربية وجميع مواصفات العربية، وان شاء الله هيتم عرض العربية على القناة، وربنا ييسر لكم الحال ان شاء الله ويتم بيع العربية من خلال القناة. وعلى فكرة الحمد لله، بفضل الله طبعا اولا واخيرا، ناس كتير جدا اتباعت عربياتهم من خلال القناة. النهاردة ان شاء الله جبت لحضراتكم عربية دايو ربع نقل 2 كابينة، موديل العربية 2000، مستعملة للبيع في مصر. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بالعربية وكمان طرق التواصل مع صاحب العربية. العربية رش خارجي للنظافة فقط، العربية دواخلها فابريكا بدون جرام بوية واحد، العربية الموتور سليم وآلات الجر بحالة ممتازة، العربية مرور البحيرة، العربية على الشغل على طول. طبعا لأن العربية صاحب العربية قال السعر هيكون من خلال الاتصال فقط. للتواصل مع صاحب عربية دايو ربع نقل 2 كابينة موديل العربية 2000 هيكون على رقم 010-30-256-405. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010-30-256-405. ده كان موضوعنا النهاردة. استنونا في عربيات جديدة واخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب، قناة أسعار العملات، أسعار قناة عربيات. لو عجب حضرتك الفيديو أو استفدت منه، ما تبخلش علينا بلايك، وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.